من منا لا يعرف شخصية البطل الكرتوني الشهير الذي رافق طفولتنا جريندايزر، حيث يبدو أن هذه الشخصية بقيت عالقة في أذهان الكثير وتداولتها صفحات التواصل الاجتماعي اليوم صورا لشاب من أهالي الزعفرانية تمكن من تحويل قطع الخردة للسيارات القديمة إلى رجل يشبه الشخصية الكرتونية الشهيرة جريندايزر. والصور التي تداولتها الصفحات بسرعة البرق، لكم أن تتخيلوا التعليقات الكثيرة التي تمنت لو أنه من يجد من يشجعه ويتبناه. أما البعض الآخر منها فوجدها وسيلة للسخرية من الأداء الحكومي، وتمنت لو أن هذا الرجل الآلي يتحول إلى حقيقة ويذهب إلى مجلس النواب والحكومة ليخلص الشعب من الفاسدين بحسب قولهم.